الله 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 يا رسول الله. نعم يا الحلال، حول ولا قوة إلا بالله. يا سيد يا اخويا، هوي يا سامحني، ارحم بوك يا عيسك، يا ولدي يا بالقاسم، يا جمعه يا سمامه، مسك بالخير. مسي، انت اللي تبرح في هالقايله؟ انا سيدي اللي مبرح، ما شكون سما خلافي انا وياك في هالخلاء. هنا مكناتي في هالبر، لعنا لا بالقاسم لا ابو جمعه. احنا نسمو كريم عصام، هذا ولاد التريسيتي ولا القازه؟ هو نسال ما لهم وش نقول لك. باهي، ما انت سمك ربي. نايا نايا على جلت ولدتك قبل الميدان والتلفزه، سموني الفالح. عاد كيف انت الفالح، حقك جيت من البارح. اعطيني اعطيني طريف ما من هالبيدون، اعطيني. مرحبا ببي، كرع منك لي، اشرب بشفع. لا لا لا، مش لي انا. الكهرباء سخنت وخايف للموتور يتحرق لي. لا يا ببي، ما نعطيش مال الكهرباء، كان لي كنت بنادم نربح في كثواء، اما باش تقول لي الكهرباء خويا هذا ولا راي اخر. يا ولدي عيب عليك، براني وفي بلادكم وعملتها فيه الكهرباء، اشنو هالراي الاخر اللي قلت عليه باش تعمل على النكته؟ ما احسبني عاد سيدي تاتا، نرجع في صباعي. باقي اهل المدينه تحسبوا في رواحكم قافزين علينا نكته؟ ما الميكانيك لحل جلطوا اسي شبعوا. اي بخاطر يا ولدي، ربيعة الترجفية والدجاجات عندهم ماتوا بالعطش. يا سي الفالح يا سي الفالح، يهديك 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 ويهنيك، ما تنفعش ما تغشش ويا الغش يا رسول الله. تكلموا بالمعقول. اتفضل اتفضل يا سيدي، ربي ينسك بمدام ربيعة والدجاجات. اي اي، انتوما اهل الريف، ناس متاع جود متاع كرم متاع مروءة. ربما، اما ماناش خساسة عقل بس تضرب لي الأميهات. لا 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 لا، والله ما قصدت باش ناخذ لك الماء كمان. لا ما هاي سيدي، هاو عندي حل. اتفضل. بيع ليش البيدون. هات زيت الصواب سيدي. ها ايش في؟ هات تفضل سيدي، تفضل خوي، اضرب الدينارة. وقيل بين الراجل، ماناش باش نتفاهموا. عليه لا سمح الله، شوية دينارة. انت امشي للكيوسك وصب لها بدينار ريسانس وشوفها وين توصلك. تو هكا يا رسول الله، الماء ولا اغلى من الليسانس. هك انت هو اللي تبيع وتشري خويا. اي اي قيمي، اي بخاطر يا بخاطرك يا يا سي الفالح. أي يا سي الفالح، يا سي يكون اقل منك يا سي الفالح. وين على خير؟ وين هز الشكارة؟ ما هو هذاك قمح العشر حسن الشفور، قال لا يهز المعاوية بنت سالم. معاوية بنت سالم عقبوليك انت يا لا لا حنان، ناي ولد بوزمالة وهي من أولاد الشاي. هز الشكارة رجع حل بقعتها فيسع، سماش اسم معاوية في الليستة اللي اعطيتها له متاع العشر. يلا الله يبارك أم عروسية، اتحرك. عشتين في الدنيا هذه ما تمنهمش الميكانيك والنسر الجوية، إذا كان قتلك راهي غدوة باش تصب بف عرفها رايسيلي.
ولدي ركبت لي بدون ما مخزز بخمسة ناس. يلا هبط لي بالكهرباء خليني نتساهل عاد. هو هكا عمل هادي هكا عمل هادي خوي صحتني بعد ما خلصت من الحصلة. ها والله لو كان خليتك إلا ما تبقل ويركبوك سامية على بهي من هنا الفلاج ومن الفلاج يهزوك لسبيطار تونس وراس سيدي المغراوي يا مليون إلى خلصك على رقدة في بياس وطرف دواء. يا ولدي أهبط أهبط خليني قاسي مكتب لي. هيا بركة خي بركة حناني حناني يندى سمش ما نخف على الأولاد يلعبوا في الشكبة في الكنتيلة. يا ربي والرزع خسارتي يا الصبح أسف هيجي معي نقابلوا مع الآخرين على صرح أو مبين عليك ملاعبي. يا سيدي ما نلعبش الكارتة أهبطي من الكهرباء يا صبالة هذه. قل لي وش كان ثم كارير متاع رمل وينك الزيتون؟ أوه حسن هذاك سيدي عنده يمكن 30 سنة من اللي تردم أي وزرع فوق منه الزيتون. شكون ردمه؟ من تحبوا يردم فرعونا الزرقة مدام عروسية. أي 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 هز البيض نتاعك ويلا توكل على الله. يلا ماشي باش قبل مدام عروسية ما عادش عليها وقت. أنت تعرفها المدام؟ يا ولدي شفيك لصقت فيها بالباصة وحليتي بعد نعرفها ونحقها سيدي. ما نطلعت لينا هكاك خي فلوسك هاك خي شد ليك تفجعت فاش قام أنا تفجع اللي يجي من تال المدام وكان نحن نقدروه خي لليهم. ها نعم أنت تعرفها معاوية بنت سالم اللي باهر حب يعطيها شكارة القمح؟ ليه ليه وخيسي ما نعرف هي بريسي لي عليه أحسن الشيفور اللي مكلف فيه هاكي تشرب بكاستي ما عيني في تشرب وحدك ما مرضني كان تاي البنية متاعك مش لازمك تشرب ما تطلبش تانا في روح دراي حنش لحنين ويتلم هالتبن مفرد صيف كامل يغري فيه الريح عاد الله قولي تخلط عليه غسالة النوادر اتلهي في روحك برك خليه تبن عزيز قال من نقله كان ناية بالرمورك يا غبي انت والله عزيز ينقلو هي وش بنت اعمل عقلك يا مراه في المعصاب ومريض وين نجم روحه تبارك الله على وليدي ما تحقري كان زوله يزي من الهزين والسبطار حبس العجول ما يكبر النوادر هاي انت ما تعرفيه الفيرما فيه قابل يوقف عليها وحده خير من احسن الشيفور اللي مكلف فيه انت النهار كل يفتح في تونس اوخي ما هو رزقه خوتي وعلاش ما يوقفش عليه اش بيك طفل ولا راجل قريب يعمل السلافين وحق سيدي عبد القيس لليهم انعم هذا الكل فقشقش حناك اوخي والله اذا كان عزيز ولد بنتك ربيعه هو قبل كل شيء احفيدي انا ولد المنصف الغالي اللي كواني ومشي عزيز سببت لوحتي في بركم وقعداني بعد موت بوه قطعت حبل جبهوات بعيدة على مالية فهمتني تلم شوية وهي ما تحقري كين زولة قريب تقول لي خذي لها مرا وسيدي عبد القادر ان شاء الله يدقك اواخي اخوتي وش بيكي وش بيكي تدالي اخي انا وش قلت على خاطر هالتلغنيش نسمع فيه من اللي صغيرة جيتكم فقصة عمري 28 سنة هاو قداش من سنة فوقكم وانا باقي نشرب في مسدوق متاعكم اتلموا ترى هوني ما تسمى حتى حد يتفتى غيري انا ايه نقصي خاتي نقصي ويش يا تكبرين الكل راكي مكهبة على الأوفة يا راك فيها اواخي زيت شي توا كل مره متلاقيك وقعد بكي وشخط اش قلت لك انا ما عندي فيك شيء باري قولي وش تحب لي نعرف من هيك العام اللي طفله ربيعه بنتي ما تحبيه وش ندني لك اخذت راجل اخر ما هو نصف ولدك خليها عروس ونادى بتونس وما يطول كان مرتين ولا ثلاثه في العام هي فدت وطلقت وانتي لولا خذيتي وعاودت ما دنيتيش عشت هنا وعشت في تونس يا حسره يا زمان هي الميخذة كلها ميخذة إلا كي طلقت من عند راجلي في تونس ما خذيتش واحد مجعون كيف فيلح ولد أختك خذيت سيدكم الكل هوني
بو بكر الشارد وما دراك. ما هو جال تونس يكب على بابا قريب يبوسو ساقيه. وهو ياسي الحطاب جيتك بجهرب. ياسي الحطاب اعطيني عروسيه ونكتب لك اشطر هنشير القنادل. قالوا بابا لا وليدي ما لا تكتب لي لا نكتب لك. استهلا فيها هي برك راهو قليبها مكسور. اها واكتب ليك عاد وعمتي على الدنيا. لليها تحب تعرف كتب لي ولا لا؟ هي والله لا نبرد لك على قلبك. الحب هي هي حبيت فيك. ماشي لا عروسيه عروسيه اي من هو انت صح اشتوى زاتاتي تحب خزنات بس تصدني العروسيه لا لا يا سي ما نحب شيء ما نحب شيء اسمع كانك جاي ناوي كسر تبن ولا الاخبار راح كل التليفون مش لهنا ارجع غدوه يا ولدي نحب قبل العروسيه نحب الراي المدام مانيش باش نجري الاخبار اي دوي والدنيا مسيبه هيا ولا الرزق ما تتملي سد من الغد اي قلت لك وش ليا اي لا غادي كتجر على كل شيء امشي هتجري لا طيح لليهم ويش بربي فكرني غدوه باش نقول لهم يبعثوا بركوس وما لازم قربان المرحوم لكن البنيه مريم اللي راجلها توفى غربته الفعل هنا ومن المراحيم اللي تدني ليه قربانه الحاج بكر راجلك ولا مصبول تراهبن مليح اللي مات في الصيف قربانه في الصيف اللي مات في الشتاء قربانه في الشتاء هكا نعمل مدة 23 سنة الله يرحمك يا من تقول لي ايه ايه اسبي اسبي منو هذا يا ايه ايه ما تحضر ايه يا بنت ايه يا ستار يا جبار ويت يا خوات تمشي تانا تطفطي مرة أخرى هي تطفل بكيسة حبي ماشي اوه اسمي حبس حبس كتسرك البريد خذ مغاد بعد الغاد أنا جايك مسركل يعني وعلاش يسركلوا فيك يا شوبي هذاك ولدي يا غلبة ها؟ ها؟ هو ولدك؟ هاي هم نازل من الكرهبة ينطر وإحنا نحوشوا عليه في المكلبة باللازمة يومي العروسي لو كان مش من نهاية راك الكلب الكبير فوق الزبد ليه فرس ياكل فرتك والله يا اللي ما تحجبش يلا قوم قدامي عاد يلا برا ربي يعينكم هاي هاي نسلي بيه السلام عليكم سامحني يا امي حول ولا قوه الا بالله حول ولا قوه الا بالله عملوا فيا يا امي يا عمي عملوا فيا فيكم هاكي يا وليدي على الغراده والله الله يهديك يا امي الله يهديك بالله كيفاش تحبني نجيك وانا نتصل بيك انت يا البوسطه شوف توصل لهوني ولا ما توصلش اش خاص لو كان جا عندك تليفون راني دقيت لك تليفون نقول لك ابعثني احسن الشوفير نتاعك طلعني ولا العذاب لندلي نتاع الكهرباء نتاعي اوه انت راهو 180 كيلومتر يا يعني. الدنيا الاخرى اقرب برا برد اطرافك برا وشرب عرقك ويزي من اللوم والاحزار ومن بعد خليني ارتاح توا الساعه ما نمتش انا اللي ذاتك نسيتها هيا بهيجة فيها ما فيها وكتنشب أما أنت نسيت اللي عندكم ضربة واحدة تقول عليك حالف أنت وجميعتك سيحكم فيها البر ما تتحطش عام مريتكش يوم ليلتي مستنسة كل عام تهبط بحدة بهيجة نجيوك نسلموا عليك ونكبوا عليك سنهك ما هبطش بابا أنا راني وصلتها رجعت من باب القبر راني لطف على مريمتي لباس والله ما سمعت بهيجة ما قالت لك شيء والله ما قالت لي شيء يا امي بهيجة بهيجة بربي ما تحكي لي عليها يا امي هذيك مزعيمه كان في التفتين ومليان القلوب توا احنا توام وانت مقربتها هي ومن بعد اثنين انا يا امي هذا الله عليا وعليكم خالتك لليهم ما قلتهاش عنده الحق ايش 20 سنه من اللي مات المنصب ما حدش تيقوهوني عسلامة الله يسلمك الله يعيشك واش حالك الحمد لله لاباس واش انك الحمد لله واش اني جمعك لاباس 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 هاو جاك الماء ومن بير الفيلات سنه
كانك تصرفي فكه بابيل اللي شيلوا عليها في الثلجه. يدينا ما كان بير القندوله يجري على الكبريت سنون نصفار. ها ما هو على جالك سميك، لا تغسله ولا تخلله. نستاهل الفارس نستاهل. لما يكون منك لقب اسمع بري امشي باللي واركي مادامنا خذيت غمض. لا لا سيد، لاني بيل ولاني عاركه ولاني حامي. واش نكتب لك ذا اليوم؟ انا خذت الف بقرون وطيبها وحدك ثاني. انا اليوم صايم. واش صايم في غصن؟ حتى ردان دين ما عندك مطرب. ماني نعرف ما زعيم كيف تلحني. هيا صلي على النبي وخليني ندني القار وراي. وانت بليتي ولا يعزك باش بليتي. تسع انا جايب لك اخبار كيف انه. اما والله الا كان تعملي الغرايف بالعسل لا تسمعيه مني. اخبار ارح راجل. هو الاخبار باهي تجيبه انت؟ زيدي نتني فمك يا ربيعه. هاني ماني ظالم. اهلا وبك تطعم فيها 18. والله تو نقسم لك ظهرك. لوح من يديك لن نتيك. مربي وليدك شي يقرا؟ انا باقي ننسى. تعرف وليت ما يتكل حط الحاجه في بقها وننسيها كونش مهمشت. لا يا امي مازالت البركه مازالت البركه. الاولاد تبارك الله ناجحين. كانت من درسافة مازالت تقرا ديك ان شاء الله عام الجاي عندها البكالوريا. مهدي زاد كيف خذا شهادته في التجاره والتصرف. وزي ما قصرتش تبارك الله نقزتها وخذت لنا الدكتوراه في الطب. لا لا هذيك ماني في بالي بها تقرا في الطب. وكل ما نعطت الدربه هي اختك هكا زعما عامله لسين حلو وتجيبك المنقيله وتغسلي الدم. هي هي عاشك خذيت شي هي. ربي يجيب المليح يا بنتي. هيك مره تقول فيه البركه من القرايه ومره تقول لا نكمل ونتخصص في مرضات الجلد. فاش قام مرضات الجلد شكون مازال يحك ويجرش هو؟ قول في الروماتيزم اللي يعشش في عظام الناس. لا والله يا السكر عمل في لله. منين جاك السكر؟ تمرضوا بيه هوني زاده؟ ما قلتش هي انا جرام ونص يمكن العام ما نكملوش. لطف لطف بعد عمر طويل يعني. لا والله شوف وجهك منور تبارك الله لاباس عليه. اي لاباس عليا كما يقولوا ناس قبل كل عله زارت لله. قاعدة تشوف في روحي تذوب كيه الشمعة قريب نوصل القعمورة. هذه تخدم أمي؟ ليه يا ولدي فاش قام وه تحبي تضرب بطابقة وانت عرفت زيت. يا ولدي نحس في قبعت نتغلي يا رسول الله. شنية جهنم هذه باش نلف بل. يا ولدي هذيك كانت خدمها توا كرومتي تقف في كلا عصا. برا برا مشي دوش ونحك الفاكينة عطيني يغسلوا هيلك تو نعطيك بشكير ولا ملح فتفوت به. لا لا كثر خيرك. لا خليني هكا شنو فوطه فوطه مش حلو. اه مليش حاشا انا امك وذيك محسوبه خالتك. لا لا كثر خيرك خليني توا واش مازالي انا مروح. يا غبيتك جاي في غرغور القايل على ساعه ومروح. برا حط الفطور عزيز جيش ولا مش لازم تستنيه الراجل مروح على ريحه. لا خاطر كبيه وجعت واختيني من الكوجين هاني مرت مباركة تحط في الطاولة وقالت لك طيب تبركوكش بالقديد. وشنو هو الكربوكش؟ البركوكش حاجة لذيذة ما تشحدها كان على عدو. هي مناش متكون يعني. واشي مناش متكون محمصة انكسكسوها بالدقيق لين تغلق وندنوا لها القديد وندبشوه. لا 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 الحمد لله القصب على الله. حتى أنا زاد عندي مسخانة الغليبة أنا الدويدة تارك لي صدري. تحبش فريدس هكا في الكوشة؟ إيه إذا كان ما فيش تعب. ساسية ساسية هاي لليها قلت لك برا ما قلت لكش حي حالة ساسية هنا وقومينا بهالسيق المفتوعة. قسمعنا ربي هني قمت مبارك مبارك تعال جيل كرهبت منا ذي. كرهبت عمك الهادي هو هو داخل مع جدك عروسي. هز البغلة وربطها وعلفها. أخوتي سي عمرو سي عادة القمر أختي ولا زبيد الله يرحمها ويرحم والدي اللي يفكوا هيلهم.
هذو الكلهم بولادهم وولاد اولادهم. انا نهار واحد منهم جاي لبالو باش يطل ولا يجد ولا يصل ويقول نمشي نشوف خالتي المسكينه ولا عمتي اللي ملوحه مستغله بين الجبال. يا ناري على روحي يا ناري. الله يهديك والله الله يهديك. راك ساكن على الحدود تتبيد. قلتها تو قلت وليد مستغله بربي شكون تحب ويجيك يا امي البلاد لغوال ولا هو مش قضاء هذا. انت شخاني فيك يا بابا؟ انا عليه ما تهزش اولادك ومرتك وتطلع لامك. هيا مرتك دزها لتالي مالها لكنا. والله لا 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 عاد امي لا عاد حرام عليك والله حرام عليك. نبيها والله عيات للباب وهي توصي فيها وتعاود تقول لي بربي بوس لي لله بوس لي لله حتى عطست عليها. هيا الحمد لله في جرتي دعوه خير اللي ما وصلتش هالبوسه انت وربي نسيت. والله هو سلامه مالها الحقيقه. لا 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 يقعد عليا غادي معيني ببسبوس برا اشرب عرفك ولا اعمل لي يظهر لك. اذا الواحد بالطلب الله لا يرحم من مات. على مراد الله والله ما بقيت منقوع. تقول شي نبيها بعثتك بقضيه. نبيها ولا تبعثيني بقضيه؟ وين نعرف عليك؟ مش عامل 180 كيلومتر فالشهيلي والسخانه باش توصل لي بوسنا بها في قفه ما نظنش. والله يا ربي الحقيقه تاع ربي انا جايك على حاجه اخرى. اما عرش ما لقيتش الوقت هكا ما لقيتش الفرصه. ملي ريت وجهي وانت تعزر فيا يا امي وشديت ما سيبت وزيدك المراه نتاعك متسمره هونيه وتقول لي انت تفوت قدامها. اولا هذيك ماهيش المراه نتاعنا. هذيك لللهم ما مات ولد خوك. يلا ماذا انستوا بها هذه للهكم؟ شدتهم الفجر نجيب لك دواك هنا ولا تجي تشرب غادي؟ ما يهمكش بدواي ماما عروسية لا هي بي. ماماك عروسية ولت تخرج ونخاف نهار من نهار تعطيك ونجي زايدة تقتلك. غير ما تقتلونيش انتم برك. هاو اخي ها عزيز الهامل هاك تكلم في جديك ومن هم الاخرين اللي يحبوا يقتلوك؟ الفالح ولد اختك وهم ليك يستنوا فيا وقتش نموت باش يغموني على رزقي. اعطتها الايام صح عليها عروسية حقنة الجنة كرهتك في ناسك وهم ليك ما يزي يسكتي وامسحي دموعك وما عدتيش تعثني في ماما عروسية وعمرها ما قلت فيك كلمة فيك فيك. ارجع لي غادي النقص ونخبط كالزير. ركبيلي على ظهرك راني فتاة زيدة صغيرة. امشي عليا غادي امشي العروسية تركبي وهو ان عمك حداها قولها ثاني روح بيك لتونس. ما عنديش عم ما عندي حد. بشوية بشوية شنو زمنتني يا قلت لك عمل لي دوش انا. ها اشني رايك يا سي الهادي يظهر لي ما بيرنا بارد. اي ما بارد بارد ما فماش مع برد من ريقك انت. واخا واخا واش بيك يا سي الهادي خمك لاباس؟ لا لاباس. هات منشا وينزل بالهداري فارغه نتاعك. اش الهادي زيد 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 قولك شوي خصب لك شوي ما على راس بوك. ما قلت لك صب لي على قبي انا. برا جيب لي قبقاب. انت نلقاهم لا القبقيب تو ندري عليهم لا والمحطوطين. هاي شلاك يا سي الهادي؟ ها هذه كثر خيرك سي هذه الاحفاء اصغر منها. شلاك بعد عليا وش بيا غي جوع ندري عليه هنا يا سيد اعظم اللي جاه وش عارفين في لا بلازيات مش عاجبه حتى العجب. ليلي من هالعيد نحن ناقصين وزادنا واحد اخر. صرف عليا باش يعمل لي زوج الاخرى داخله ترينو.
من الحلوة. أمي أمي حبت تسكنج المسكينة بسيف هذا هي نهار كان لويا جاهد وتهدر ربي عينك. يلا هو سي الحاج ابو بكر الشاهد. ايوا هيبه واعتبار ما عندنا ما نقولوا. ندراك الفروج شنو حوالو ان شاء الله يطلع فاحهم كيف فاحنا برك. ولا تراسيلي كيف خلعت لي تيمه خبزه وليمه. خيرتك الله غالب لله جاي وانا تشوف فيا فوتها. عزايز قال ليكم تغدوا وحدكم هو ما يبغيش يوكل. هذا كمان فرحته بعمه يا امي تلقى على عينه. هو السيد هذي كل يوم قاعد يجيب حذينا قلو يجي يفطر ما كانش علي قايمت له وين تراه. لا اخواتي ركبية وجعتني ما نمشي ويجا. الطفل هنا قدامك وعكازك فيدك ويملك الموت منك لصاحبك. بالله بالله والله يا ميمتي نحس روحي عطشت ماذا بيا على شربة ماء باردة لساني يلصق في الهاتي. يا نارك على روحك يا لليهم هكا ضيفكم عنده ساعتين بحذيكم لا من بل وريقه بشربة ماء. نمشي نقوم وحدي قايتيش بيا انا. اللهم بارك يا لالا. مرحبا بيك يا سي الهادي مرحبا بيك. شنو هي حلصق ملصق فيك ملصق؟ اه نحب نتفاجئ بيك باش نحكيو على امورنا اشياء عائليه نلقاو كي زوزة. شنو هذا؟ ما نبالغوش يا سي الهادي عاد ما نبالغوش. شعبنت لك لليها هما هكيك كي يجيهم ضيف من الابعاد ولا يمرض حد يتصبوا عليه الكلهم فوق هذا ودونه. هذيك مراح شيرتي ومونستني هذيك عائلتي هوني. هلا بزيزي سي وينك يا راجل عندك كشرة ما جيت؟ مش كنت معش عمر التريبولات بالفول سي دونجورو تحب تعورني باش نقردح للدنيا مصور وعور. هات 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 جبت لي معاك يلا. ماجد بلاك روديو حبك هذا الشهر مكتبة كاملة ما لقيتك انا ذاكم تونس الكل ما فيها كان مجالات تاع الذري. اسمع انا ابوكم وصيني الله يرحمه وينعمه يزم القراءات التربوية واخلاقية بالله والله شنو هذاك؟ اي 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 شيخي حسبني على الفليسات اللي عطيتهم لك المرة الاخرى مشني وصيتك باش تجيب لي مرايات ريبان وينهم؟ والله شريتهم لك وسرقوهم لي. اي عزايز رجع حالك المرة الجاية كي سالتها ارجعهوني تهزهوني عزايز عشاكي والله لما ندخل ما عرف سيها وصف لها الصبة. اي يا ميتي اي ايه زي جايب لها فكرة جديدة ينزيك ما رسلتها ماماتك عروسية. هات المراية تهات هذاك المكسب يا عزايز تهات لوني. اي ما هو
تعرف يا امي الامور على قدها، وانا عندي 4 سنين في التقاعد تو. هكا خميس عليها زينب ولا الطبيبه تو تعاونك. حتى انت يا مراه انت حتى تعاون روحها هي وقتاش كمل تقريتها وبرا تخدم عم جاي باش تعطيني لي انا يا اخي. ربي يجيبها في السويق، ربي يجيبها في السويق. قلت لي ما خذيتش هي. ايش بيك يا امي باش نشدني قبيله وقلت لك ما خذيتش يا رسول الله؟ حول ولا قوه الا بالله، حول ولا قوه الا بالله. ان شاء الله كل ما تعوز احسن الشيفور ما ينساليش الحربشه اللي تشتش. ما بقات لي كان طبليه واحده. امي يعيشك يبارك فيك ما ترقدليش حتى نكمل هدرتي. كلمتين برك والله كلمتين برك. مانيش راقده يا ولدي نسمع فيك، مانيش راقده. قلت لي باش يخرجوك في الانتريت انت. خرب يلي تخرب. نقول لك 4 سنين عندي في التقاعد. جاه ربي يا جاه ربي وقلي نبدا نشكي لك بهمي ما تجبد لي الحرامش اللي تشو يعيشك. عروسية يا بيا وينك؟ هذا مش صوت الزاهية؟ ناقصني كان الزاهي الشليحي يعني. عروسية يا غالية تشبيتي لي غلاف وكيفاش مش نشوف طلعتي كيما هي؟ مرحبا مرحبا مرحبا. ما ودق الباب قبل ما تدخل يا سيد. دقيقة بدر لهني جايك توحشتك والله توحشتك واللي خلقني وخلقك كون با بوسيبل. يعيشك لي يوريك ميور ماذا يا بابا مانيش ميمتك انا. تو عاد ولو عندك باترو يا ولاد يلزمك بوق نكمل وشحل ونتلهى بيك بالها. اش بيك ما طلبتنيش في التليفون؟ ما هو عندك نمرويا انا هو الحانوت اللي في لاكانيا. هي هذيك ولادي كلش طايحوها ولا موليها مات والله وين ما نطلب ما جاوبش. قلت زعما تشوف لي شي بنيه تعاونني وتونسني. ميمتك واللي عايشه تقول غوله في مغاره. امي امي تكلفه هو تخليني انا دمك ولحمك يا رسول الله حتى انا نجم نقضي راهو. سيدي هاتي ما تحمقش عرقان تخاف على روحك. اش بي راجل فيا وانت قبضت اسم الله؟ هذاك راه عشير المرحوم يا بابا متربي مع المنصف الغالي. نعرف يلا نعرف مش ما نعرفش. ما هو كي كان المرحوم يرحبوا في تونس كان ضربه ضربتين وهو جايبه لي للدار ولا نعاني فيهم الاثنين. اقعد كيف بالها والله تصويره فيك وانت مفوض نضرب عليها جايزه. ايا سون قدر خير لك ها ما فكرش ما تصورنيش. مش لازم نصورك بالها وما تعايبتيش بالها مانيش فرد قدر انا وياك. نريد يصلي وحني بيش بيكم بسم الله. رايد روحك سي الهادي. وانت يا وليدي ترى السقعد في عصفور القبيطه طلع هابط. عزيز هو كيف العاده ما يتخيلش ويدور على المواطنين بالتريبولات. تعرف حقك تبعته عند عمو الهادي يهدوا. يهد رحلك ان شاء الله. لاش بيني انا عندي اونتربريز نتاع هدان يا فاكابون يا ولد قزادري. فاش قام هالكلام يا هادي؟ صحيح بابا كان قزادري اما كان وطني ومحافظ على الشرف وما خدمش الركبات كيما ابوك اللي هز القفه للاستعمار اللي تسرخوا يديه. تسمع فيها شي يقول على راجلك؟ اشكون من رجالي؟ نسيتوا جمله توا ها؟ راجلك الاولاني بابا لنا بالحسن عزوز. اعطيوني اعطيوني الفيستا نتاعي مبلوله ولا تزن خليوني نعيد بالعطا ونسلوا بهذا سي زاهر ونسلوا بيه. وين تهج والدجاجه اللي طيبوا فيها لشكون؟ فطرها لها السيد اللي داخل على الفاميليات يحبس ويرفس ويسب. نفطر ملي ما نفطرش تي 5 كيلومتر من محطه تونيزيان والدنيا على اليمين وعلى اليسار فاروس. تي حقها بريك عفنيه شويه جريد خبز شويه عظم مسموط شويه جازوز. والله كيما نقول لك يا بلها علاش ما تعملش بريركة وتدور الدولاب ما تموت على المشاريع انت؟ انا نعمل بريركة يا بالي تسمع فيه وساكت انت؟ اش عملت تحتك يا رب؟ اش عملت تحتك باش يصير لي هكا يا رب؟ اش عندك ريق؟ النهار بيزيد على قولو. انا داخل البيت المرقد وانتوما كلوا بعضكم وتخليني راسي راسو؟ هل انتهازي هذايا اللي عامل لك لسان حلو هو يزلب فيك؟ عامل لي مصوره يصور بالخلق البشعه اللي كيفي راسه هو؟ تسمع يا منصف؟ تسمع يا فنان الشباب يا عبقري التصوير الشمسي يا كارتيب رسونت العرب؟ تسمع في سي خوك سي بلهاش يقول لي نصور في الخلق البشعة؟ يا انا زميلك في الفن والمحايل. ليش ليش تحير في خوك في قبره وتحير لي في مجعي انا شحمت لك؟ اذا حقني الموت ودخلت على المرحوم الوش حياتي. قال لك زميله في الفن هو زميله في الهملة والتسكع يا هو اللي جناح المنصب وضيعه.
شكون اللي فاتك في فاتيك المصر؟ هذا هي بهار فوله بعثتها لك المنصف. الله يرحمك وينعمك يا منصف يا خي، شدوا تفتوا. الله يرحمك وينعمك يا منصف يا خي، شدوا تفتوا. ضحكتك هذيا، اعطيوني اعطيوني الفيستا نتاعك قدامكم، خلوني نهز من عندها. واعطيوه سروالو. أي اخرجوا عليا الكل واجعتوا لي راسي ترى. بلها البرجية مش فولة، بطلت على خشبك. يعجبكوني ريحة الزبدة ضربة في الحيوط تبارك الله، أنا مانيش نشم في ريحة الدجاج المصري. كيف زعما ولدي طيبوا فيها؟ ما صح راسك يا هادي، هي هي ومروح لتونس على ريق. أشنو اللي صار؟ ترفع هل؟ ما لقيتش قدري هوني، تعب أكثر، هذاك اللي صار. لا، قول أنت حال في الدار هذي ما تبتش فيها. لا أنا كيف جيت في الشباك بعد قليلة باش نطير منك وحدي، لكن لقيت السماء تصب الفول وتزداي تحلي في قدري. يا هادي يا هادي ييشة هادي. أش بيك شديت في الزاهي ما صيبت؟ انطردوها؟ راجل متربي مع المرحوم خوك، لا يغفل عليا لا في عيد لا في موسم، حتى في سير الأيام يدز الباب ويدخل. أنا غايزني حالك يا أمي، اللي حال دارك القطوس الخرب يتفافى لا خدمة لا قدمة، والله أعلم فيه إيش يعمل. أنا على كيفك راهو، على كيفك ما تحب أنت، أما أنا بما أنك والدتي يلزمني نوقفك. أوكي عندك ما تقول لي. وأنا مازال عندي ما أقول، وين نغزر نلقى جماعتك ضاربين الصف، ما عادش عندي ما أقول. باهي، القضية اللي وصلتك عليها نبيها شني؟ أمي عايش كيبارك فيك، نبيها ما تجبدهاش، بنت الناس ما تجبدهاش. الله يهديك والله الله يهديك، هاي بالسلامة تو. استنى اطلق اجا لهوني اجا هذاك ترفع ذم عربي هزوا للولي، وذيك الدجاجة اللي طيبناها لكم اكليتهاش هوني، اذا قلبك عثر عليك في الصينية تعشى بها. شنو هذا تو يا امي؟ هاني مروح للدار تو نتعشى. حليب حرام عليك اذا ما تهزيش. لا مش تمشي للحرس ونقول لهم يردوا علي ولدك، الخطرة هذه يتهدد والخطرة الجاي إنا وضع علي بالحق، إنا ظالموا أشي يحب عندي جايين الحوش، لا نمشي لهم الحوشهم. ألا ما تمشي لهم وتسرك فيهم؟ حسب لا نسرك فيهم، ماكش أنت تقولي لي الهنشير وما فيه رزقك الناقص ولدك ها؟ وكي نمشي نجيب منه ساعة قمح ولا فروج تسميه السرقة. أما لاش تسميه؟ وكي تقول له أنت الناقص ولد المنصف راه مش ولدك أنت، واللي تهزه من الهنشير بتاعه حتى قشة يتسمى سرقة. أنت ماكي مرتي مال شريكتي في السرقة. لا أنت اللي تخنف فيه ناكل فيه هنا معاك باش تهمني، ماكي تهز فيه اللي كنتي تقمر بيه. أنت
طولت عمرك عرقت على كسرة ولا دخلت في رايك حلال؟ لو مش ماتت لعدة ولا شو مقعدني؟ قاعدة صابرة على جال لطفي ولدي امطاشي مسكين خايف عليه لا يتحير. لا 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 شو عندك في سمات الناس؟ لطفي ولدي لا ونايا هني سرحتك بس تقلب وجهك من هنا. اواخي السحت فيا خي بالك على بالك الدار وطرف الطالة دايرة بها رزق بباي. انت جبتي شباي خير ما نهد لك ملتومك. اتفكر ايش قالك عزيز في القايلة؟ انا محسوب خايف منه لك اكلنا بس ولدك هذاك تو نوريك فيه تو نوريك فيه. وينك يا زي؟ عايش قولك؟ مش عندي مقول زيد الفنانين اللي خليوا أم كيفك ما يموتوش هكا بيتوا المنصف كانوا توا خرج منها الله يرحمك يا منصف. مش تبدأ تشعر عليا هذه أول مرة حتى تسيق كوني أشنو اللي تبدل في البيت؟ الخطا نتاع الفرش بدلت خطا الفرش يا عروسية يا بيا خالوة هذيك من أول الدنيا موجود غات ثم حاجة أخرى. سامحني مع عروسية راني متفرعس أنا كي ندخل البقعة تفكرني في خويا المنصف ندخل بعدي. أنت من غير المنصف شيرتك مذهوبة وحوايجك مقلوبة. شوف شكون في التصويرة هذه في باريس أنا والمنصف أي طلع زوز الأخرين شكون حط غادي حط أنتو ما تنسي أمانة عمري ما ننسى ذاك الفاضل ورشيد صحيح تتفكروا رشيد كي يجيني لدار المرسى كان في الخليعة الدخلة ويني المقرونة والخرجة ويني المقرونة تقول عليه مفتوم عليها هاي دراوي طحيو ذاك وينو هذاك ما ريتوش توا أكثر من 25 سنة اي ولا هوش من خرشي في موت المنصف وجهه ما رينيهش فيها السيحه والمشتراه قال لك رمال عروق في المانيا يا سيدي هاوش تبدل في البيت لفلان نشهد لك يا معروسيه شغل بروفيسيونيل لي نيجاتيف الكل محفوظين هوني تاع المنصف سي توتا في توا يزيني من البسبوس هذوك الافلام اللي جبتهم لي انت من تونس واللي لقيتهم لي هوني في القربج واللي عطاهم لي الفاضل الكل محطوطين غادي ولا تيراج في القجار الاخر وثم منهم في خزينة بيتي. ايه يا عزيز ها عزيز الراح وين ماشي فالليل عزيز راني نتكلم فيه ها عزيز الراح ولادي يصلح رايك ها عزيز خارج في الظلم اسمع كلام جدك لله متنادي لك اسمع سيب البرك سيب بكارج ورحمة مباي ساعتك من الفيرمة تخليني مش مشي نصطادك نفوت ناو صاحبي مرادي والله العظيم كي تمشي تصطاد السيود الليلة لا سيب مش نمسيب بالله والله زيد اخوي بي حني عقرني من تعرف شنو انت مرأة عبقرية التراث الفني الريتاج ارتستيك الابداع بتاع المنصف كله محمي ومحفوظ مش كله محمي ومحفوظ عليه لا سمح الله عندك هوني الاف نيجاتيفات نعرف اللي ولدي عدى عمره الكل يخدم وينهاف ويصور في البرو ونعرف زادة اللي فما افلام قاعدوا عندك انت ام عروسيه واللي استفهم واحد من غير ما تحلف يا زهي عايش ولدي الافلام اللي عندي الكل ام عروسيه الكل اعطيتهم لك ما اعطيتهم ليش بعتهم لي أما نعرف اللي ثم الناقص متاع 74 من شهر مارس لأكتوبر ما عندي حتى تصويرة أم عروسية الحسابات هذه قوية على راسي
والساعة أنا الوقت هذاك الكل ما كنتش هوني، كنت في إيطاليا وما روحتش لتونس إلا بعد عام اللي توفى المنصف، والأفلام اللي عندي الكل من قبل 74. يعني كيفاش تحبني نعرف أنا شخدم من بعد؟ صحيح عندي بعض التراجات أوريجينال بتاعو عندي أنا، هذا كل أعطاهم لي وقت اللي كنت نعاون فيه، ما كنا نخدم مع بعضنا. ملا عند شكون؟ أنا نعرف حق المعرفة اللي ولدي عامتها خدم برشا، وهو كتب لي هذا، قال لي يا أمي راني فرحان ياسر، راي الدنيا تفتحت لي، راني باش نعمل معرض ندور به في البلدان. أعرف اللي قلت لازم القامرة على ذوق وبعد ما طلق ربيعة. هذه حاجات ما نجمش نفيدك بها، وأنا قلت لك ما كنتش في تونس جملة. وعلى كل حال كيف جاء النهار اللي شكيت فيها أنا باش ننسحب من حياتك جملة، ومش نروح على روحي ترى. إجا لهوني وين تروح؟ سن شيفور مش هون. هاي هزي مريق تخش في خاطرك. يا أخي مش بتلي فكني هالمقرون. وهو خلاني نقربه. إيه يا مبارك عزيز يزره موفي روحي يا أخي خربك. شوف يا أم الله عض هنا وعض هنا وعض هنا، عضني في كلمتي. هاي وش بيها كلمتي تتدلدل على برا؟ بابا 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 ممضانيه به يخلي داره. ايه يخلي دارك انت دار مالين تيجي على ودي يا هامل. والله ما زلت تعودها يتهز شواليك وتهز تسيه تحت توجه. واخ واش يا مال الله حتى انت فانت تاخذي فينا باي الكلكم فرد كلمه حتى عزيز قال لي صحتك. قسم على ربي قسم على ربي نكل تونس التونائي مساسية وكلمة الماسطة نسمعوها بالعشرة خطرات في النهار. متعشمس عزيز حالتي يا جبانة بالشكاية لراني كنت الشامبيون في قهوة الطاهر زنقة. أخطانا من الزناقي بتاعك ولوح اللي فيدك المجيرة والستة نين لم الكل زادا. بالله يفسر لي حاجه حب نفهم اش بيك مره تتكلم بلدي ومره تتكلم جبالي؟ علاش هالدريب اللغوي؟ كي نبدا قاعد بحذا ماما عروسيه نولي بلدي، وكي نبرك بحدا جدي لليهم نولي متقعر. يزي من الاوضاع البارده قوم اشرب دويك قبل ما تنسيه. من المجد اليوم تقعرت حتى عيط قدام عمك. ام عروسيه تحبش تاخذ مصورة العزيز ونعلمه صنعة بوس المنصف؟ التواصل الفني بين الأجيال راهو ضرورة. خصو كان مصورة هذاك النهار الكل مجنون على كتفه وراكب على بغلة، قول يدخل البيت بوه ولا يشوف حاجة نبدا نلحلح بيه ونزقدح. يا وليدي ادخل شوف التصاور، شوف بوك شعمل في حياته. هاك الحيط يجاوبكش هاكيك هو عجب. والله نعرف مليح واش عمل بابا في حياته، خذا بنت عمه وخليها هي ولدها وهمل بين تونس والبر، وهو نهار الكل تخشك تخشك قال شنو مصور بلحات على لونك. ومن بعد طلقها ومن بعد مات، كان مش تصوير راني ما جبت شماره من وجهها. الله 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 عليه هكا عليه هكا ما جبتش حتى قطعه باش نبدل. أمي عروسية نشدهولك مهد وباك العكاز. خليه يمشي تليف يا خالتي من اللي له يا خالتي من الله بالله هيك الفوطة اللي سلفتها البلها. هو أمه من وليد ربيعة بنت كرح هو أخي وش مجيبك في الليل الفالح ما هو لباس هذا كفاش كتك زعيبة ما تسهلي كان على الفالح ولد أختك. أما بنتك اللي ساعدها مكبوب ما تسهلش عليه. ليه بنيتي اللطف إن شاء الله وش تحبي. أما أخيتي ما تقولي ليش اش بيهك الطفل نهار كله هو معنق المقرون يدور بيه. أخيتي يمشيش يقتل راحة ولا يضرب راحة. ندري عليه بيه العزي هوين هي بس عليه قبيلة برك جي فكلة فيه مبارك نايبة باش ينحي ليه لحمة. أما الحال أنا كلبي عروسية ترده خي اسمع كلامها ولا يخذ برايا. اسكتي اسكتي علي حسوبي مش تشوفي قالت لي خلي اس على رزقه. اليوم برك في القايله عيا ما يتهدد على الفلح بالمقرون اوخ ما
خيتي يقتل شراحه ولا يضرب حد؟ لا لا ما تخافيش، ما خليت لي حتى كرتوشه في البيت. سكر عليه من الحزوز الكل في خزانت، والمقرون مدنيه لعبه يدور بيه في الهند. هيا باهي هنيتيني وانتي ربي هنيك. هاي تصبح على خير. باري تصبح على خير. اسمع اسمع امبو، نسيت ما قلت لكش، لطفي بعث جواب وسلم عليك. بالحق يسلمك ويسلم وشيني حواله ولادي في بلاد الروام، لا باس عليه، انجح في قرايته. هي يمكن السفيه هذه مشها مروح ليه؟ قال ثمش ما يدبر خدمه يلمنها مصروفها تاع العام الجاي. هيا به هنيتين عليه، برا وليدي ربي يصلح راي. هاي تصبح على خير يا يوم. تصبح على خير. الحوت على التفتيقه واللومبيونس اللي عندكم يا ميل الله، جيران ام قرقر متوفر ياسر في المنطقه. اي كان غرضك نحكم لك اثنين ولا ثلاثه روح بيهم. لا لا يعيشك يعيشك سان فاسون. وينو عزايز؟ عزايز خش البيت يتفرج على التلفزه، التلفزة الأخرى نتاعها مكسرة عندها شهري، والعزوز قالتك لا تصلح. هيك هيك انتي هيك. هذا وحسن خلط من تونس. إن شاء الله يكون جايب معاها سنيد قفراول ولا باك ولوز ملح. بسم الله الرحمن الرحيم. قد نقول له ما تزمرش كي تخلط. أنت وينها ساسية تهز القري؟ ساسية في حوشها. شكون بلها ام عروسيه الهدهد رجع والله ولدي شرجعوا الهدهد يهد رحلك يا وبش من اللي ريت كل يوم مريت خير نسيكم بالخير كيف انك هزاك شنو حوالك ام عروسيه يا حسن وين لقيت عمك الهادي وش بيه وين كرهتك يا هادي تحت لي امبان على بعد 20 كيلومتر من هوني متعدي واحد كرارتي ركبني معاه وكمل حسن خذاني من عنده وجابني نلقاها مركبه مصطفى ولد خطوي هكا البويه كان سار عند الحاجه الله يرحم يهم كرتو هكاك واحده واحده هنا يخلط ولا تروحت به معاه بلا شكون هذا ولد الخطوي القطحي واحد شفش قال لي ما تحط ساقك في الكركره نتاعي لما تعطيني 5000 اليوم نهار كامل من الصباح وانا نكت في بو خمسه بلا الدجاجة اللي هزيت المسلية خليتش منها في خايف لا الدجاجة هيك بكملها بالمال خوذها خزقها إن شاء الله يحلك عظم بجاه ربي يسقط عليا يا زاهي نقعد بالنشهرة رايضة وفي نهار تتقلب ماهيتي باهي يلا هاني قاز ربي مرة أخرى حسن يبارك فيك أعمل عليها مزية وأكبر معروف توصلني تول تونس وفي ثنية نتعادى نتمنى على الكرهبة خليتها بحثك سفشك الكرارتي يا سيدي كانك على الكرهبة ما تخافش عليه وصيت عليها مصط وخلاها في ضمانة ربي وفي ضمانتنا وغدوة الحي إن شاء الله نوصلها نهال الفلاش عندي جراجيس اللي نصلحوا معاه يا سيدي ماكش فهمني ما نحبش نبات بالعربية في بقعة في هذا وجبوي هذا يا زيني مدليل عاد يا سلهادي وليدي يزي و قلت تحب تروح وكتب المكتوب باش ترجع تبات حضميتك بالسيف عليك ما نجمش نرجع الراجل أنا في الليل زيدا ماكش ولد البي يا بابا برا اقصد ربي فتيح برا طبقوا على خير على مراد الله على مراد الله حبه الوالدين بخوت انا مانيش المنصف ومانيش ولد البي صحيح لكن انا ولد بلحسن عزوز وما ادراك انسبكتور برينسيبال دي فينانس 30 سنه 100 يامي واليوم يتفد ما يكره ايوه قولي رجعت باش تقرا لي سريده بوك بلحسن عزوز بوك اللي ذلني وفككم انت وبهيجه اختك وقرني باش ياخذ وحده ما تجيش قرصونتي اما في عوينتها الدموع بوك اللي ذلكم الكل وحطكم تحت صباط برتو وخليكم ناقصين طول حياتكم حتى في كروشكم ما تشبعوا كان كي تجيكم قفطه عروسيه صحيت بارك الله فيك على هالتوارخ صحيت يامي باش ما عادش تجبد لي على التوصيله متاعكم بالحسن عزوز النفخه وشبر من كلخه يا خال جمي لله يا خال جمي لله فوط البلهاء وقبقاب